وللمتابعة ينضم إلينا هاتفيا الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، ضيفي الكريم بعد التحية. زيارة مهمة يقوم بها الرئيس السيسي لسلطنة عمان، ومباحثات قمة عقدها الرئيس مع سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق. خرج البيان، أبرز البنود التي توقفت أمامها في هذا البيان، بيان هذه القمة. بالطبع هذا البيان بيعكس حقيقة الشراكة الاستراتيجية بين مصر وبين عمان، نقول أنها علاقات مميزة، علاقات عضوية تاريخية بين الشعبين المصري والشعب العماني. يعني على طوال تاريخ طويل كانت دائما عمان إلى جانب مصر، وكانت مصر إلى جانب عمان، وربما هي من العلاقات العربية النادرة التي لم تتعرض لأي عواصف أو تحديات، لأن دائما كان هناك علاقات قوية تربط الجانبين. الشعب المصري دائما يتذكر مواقف عمان في كل المراحل، في كل المحطات، في 56 و67 وحرب 73 وفي 79 ايضا الموقف عمان المعروف مع مصر والداعم لمصر ايضا بعد ثوره 30 يونيو، كلها حقيقه بتعكس ان هناك علاقات قويه، نقول انها نموذج لما ينبغي ان تكون عليه العلاقات العربيه في التعاون والتنسيق. ايضا البيان تضمن التعاون المستمر وتطوير هذا التعاون، خاصة أن هناك علاقات اقتصادية وتجارية مهمة بين البلدين، والرئيس السيسي اليوم في لقائه مع ممثل مجتمع العمال العماني دائما ما يؤكد على فكرة دبلوماسية التنمية، وهو عرض فرص استثمارية في مصر في المشروعات القومية العملاقة أمام الاستثمارات الخارجية، وبالطبع منها الاستثمارات العربية منها العمانية في الأشقاء. وبالتالي هذا البيان تحدث عن الروابط القوية، العلاقات المتطورة، التنسيق المستمر بينهما في دعم كلهم الآخر، والوقوف إلى جانب كلهم مع الآخر في مواجهة التحديات والتي تواجه المنطقة. أيضا توافق الرؤى بين مصر وعمان فيما يتعلق بالقضايا العربية، دعم القضايا، حل التسوية السياسية للمنازعات وغيرها. تعكس حقيقة كما قال الرئيس السيسي أن عمان تمثل أهمية كبيرة، وأن التعاون المصري العماني يمثل دعما قويا للأمن القومي العربي. نعم، في سياق ما ذكرت دكتور أحمد فيما يتعلق بلقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع ممثلي قطاع الأعمال وممثلي كبرى الشركات العمانية، هذا اللقاء حمل عدد من الرسائل المهمة، كيف ترى هذا اللقاء؟ طبعا هو لقاء مهم دائما، لأن دائما في قلب أجندة الرئيس السيسي في الوزارات الخارجية عينه دائما على الاقتصاد المصري، على التنمية، دائما الربط بين السياسة الخارجية وعلاقات مصر الجيدة مع كل الدول بشكل عام ومع الدول العربية والخليجية بشكل خاص في جذب الاستثمارات، في فتح الأسواق، في تعاون. دائما الرئيس يجتمع مع كل ممثلي رجال الأعمال والشركات الكبرى لعرض الفرص الاستثمارية الكبيرة حقيقة في مصر في ظل مناخ الاستثمار، في ظل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، في ظل المعدلات النمو التي يشهدها الاقتصاد المصري. وبالتالي هذا دائما يؤكد أن هذا الاستثمارات تعود بالنفع على المواطن المصري، على الاقتصاد المصري، ويمثل حقيقة قلب دائما اهتمامات الرئيس السيسي. ولذلك الاجتماع اليوم هو عرض وفتح افاق جديده امام جذب الاستثمارات العمانيه، وهي مهمه لان عمان لديها تجربه اقتصاديه، لديها ايضا مشروعات مهمه في الضخم وغيرها، عمان ايضا تقوم على استراتيجيه التنويع الاقتصادي، وبالتالي هذا يزيد من فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. نعم، ونحن ايضا لدينا يعني مشروعات تنمويه في عدد من الدول العربيه، محل احترام ايضا من هذه الدول، ولعل حجم التبادل التجاري الذي وصل ما بين مصر وعمان إلى حوالي نصف مليار دولار يعني أكبر دليل على ذلك. الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك.